حينما ترى بعض رؤساء شرفاء منتمون لأمتهم يطالبون بالوحدة وهم رؤساء لا تعرف ممن يطلبون، وترى علماء مشهورون بعضهم على رأس مؤسسات كبرى يدعون لوحدة الصف لا تعرف من يدعون، وترى شعوبا بالملايين تنتظر من يلم شملها لا تعرف ممن يتأملون. فاعلم أن الفراغ والهواء والشلل سيد الموقف بأمتنا، وله الكل مناشدون وخاضعون، فهلا أمتي تتفكرون وتصلحون وتغيرون وتقومون وتبدأون. بكتاب بكتاب نحيي أمتنا، وبنهج نبوي يوقظ غفلتنا، لن نرضى بوضع جاث وأعدلك بالقاسم، والله سبيلي والله حبيبي، والله سبيلي والله حبيبي. السلام عليكم إخوتي الأحبة في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته. ليست التقوى في الدين مقصورة على صلاة مصل أو على صوم صيام، ولكنها ترك قبيح وفعل ما يؤدي من الحسنى إلى نيل مغنم. فتقوى الفتى مسعاه في طلب العلا، وما خصت التقوى بترك المحرم. فهل مثل هذا الأمر يا أولي النهى يكون عثارا في طريق التقدم؟ وإن لم يكن هذا إلى المجد سلما، فأي ارتقاء بعد أم أي سلم؟ ألا قل لمن جاروا علينا بحكمهم رويدا، فقد قارفتم كل مأثم، علونا وكنتم سافلين، فلم نكن لنبدي إليكم جفوة المتهكم، ولم نترك الحسن أوان جدالكم، وتلك لعمري شيمة المتحلم. فلما استدار الدهر بالأمر نحوكم، كشفتم لنا عن منظر متجهم. فلا تأمنوا الأيام إن صروفها كما هي، إذ أودت بعاد وجرهم. يا شباب، ترى الناس اليوم في توهان وضياع وتخبط، حتى الحليم ترى حيران. وطبعا هنا يا شباب نتكلم عن أهل الحق، ولا نتكلم عن الضالون المضلون الموالون لأعداء الله ورسوله ودينهم والأمة. هؤلاء اللي ملأوا الفراغ اللي تركوا أهل الحق بقعودهم وخورهم وجبنهم عن القيام بواجبهم كفرض وقت وواجب ساعة. فتأملوا معي هذا الجنون العقلي والعقم السلوكي، فتجد بعض رؤساء شرفاء طبعا وقليل ما هم منتمون لأمتهم، وبيطالبوا قاعدين بالوحدة وهم رؤساء. لنعرف إنه أغلب الزعامة لا تستجيب لهم لمصلحة الأمة، وإنهم منخرطون بالمشروع الصهيوني الأمريكي، فبقاؤهم من بقائه. وكأنه خطاب هؤلاء الزعماء إن كشعوب حتى إن نقوي مواقفهم حتى يثبتوا ويقو كمحور خير على محور الشر المدعوم صهيونيا وغربيا. وللأسف الشديد يا شباب، هم بنتظرونا ونحن ننتظرهم، ليكون الفراغ والهواء والشلل
مسيطر علينا وعليهم، والكل مرسل ما من مستقبل وفاعل. ولهذا كان ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله بمنظره المعصوم لسنين بمشروعه الكتاب ليملأ هذا الفراغ بقوة وإرادة الله على هدي وخطى رسول الله كمستقبلا للمرسلات ومفلترا للحادثات وضاربا خلل الملمات. وبعد هذا تأملوا إنه هذا الجنون العقلي والعقم السلوكي، إنه بعض علماء مشهورون وبعضهم رؤساء مؤسسات كبرى مثل اتحاد علماء المسلمين نسمعهم يرددوا ويدعون لوحدة الصرف، لا تعرف من يدعون ولمن يوجهون خطابهم. والمعروف إن علماء الأمة هم رأسها وهم أدواتها في بدء التحرك وفي أخذ زمام المبادرة، وأيضا وكأنه خطابهم لنا كشعوب أن نقوي مواقفهم حتى يثبتوا ويقووا. وللأسف في هذا أيضا هم بنتظرونا كشعوب إننا نتحرك، وإحنا بننتظرهم كرأس للجسم إنهم يتحركوا ليكون الفراغ والهواء والشلل مسيطر علينا وعليهم في هذا المستوى أيضا. والكل مرسل ما من مستقبل وفاعل. ونعيد، ولهذا كان ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله بمنظره المعصوم لسنين بمشروعه الكتاب ليملأ هذا الفراغ بقوة وإرادة الله على هدي وخطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمستقبلا للمرسلات ومفلترا للحادثات وضاربا خلل الملمات. وبعد هذا خذوا الكارثة اللي لازم تعيطوا عليها، تأملوا شعوب بالملايين وصلوا 2 مليار مسلم تنتظر من يلم شملها، لا تعرف ممن يتأملون، وهم القوة الحقيقية الأكبر في هذا العالم، ولا يبدأون بالوحدة كما أشار الكتاب من الدوائر الصغرى للكبرى كخطوات عملية لتغيير الواقع حتى ينهضوا ويغيروا هذا الواقع، وإنما قاعدين بنتظروا من حكام أو علماء هم ينتظروهم. إحنا بنحكي عن الخيرين، يعني يا شباب حقيقة وأثرا وقوة اجتماع لاثنين مليار مسلم نصهم ربعهم 2% منهم قوة حقيقية على الأرض تغلب قوة الظلم بعسكرهم وحرسهم واضطهادهم، هون قوة حقيقية أكبر عندما نتوحد، مش مثل ما نشاهد الآن حتى يكون الفراغ والهواء والشلل مسيطر علينا جميعا. والكل مرسل ما من مستقبل وفاعل. ولهذا كان ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله بمنظره المعصوم لسنين بمشروعه الكتاب ليملأ هذا الفراغ بقوة وإرادة الله على هدي وخطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله كمستقبلا للمرسلات ومفلترا للحادثات وضاربا خلل الملمات. يا شباب حتى نعرف حجم كارثة التنطع والسخف والتفاهة اللي بنعيش فيها حاليا وما أكثر،
إن ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله الآن بوقتنا بيننا وإحنا بهذا الحال اللي لا نعرف أن ننتقد أو نتقوى إلا على بعضنا، وخاصة على الصالحون المجاهدون القائمون اللي بدافعوا عنا كأمة كخط أول، وصم وخرس أغلبنا عن طغاتنا ومن يدوسنا صباحا مساء. فعندما يجهر الحبيب صلى الله عليه وسلم ويكون بيننا مثل أول ما أرسل عليه الصلاة والسلام، فلما يجهر بهذه الدعوة ودين الله اللي هو المأمور به إيصاله للناس كافة، ويتبع الصادقون الآن الأنقياء المستضعفون من الناس، وبعد هذا يغير عليهم الطغاة والفسدة لأنهم تبعوا الإله الحق الواحد ولا يشركون معه إلها لا تصريحا ولا تلميحا كواقعا، لقلنا بجهلنا وسخفنا وسفالة بعضنا أن الحبيب هو المسؤول عن معاناة المسلمون الحقيقيون الصادقون الثابتون على الحق، وقريش اليوم غير مسؤولة عن التعذيب والتنكيل بالشرفاء المؤمنون، وإنما الحبيب هو المسؤول. هذا بنفس منطق من ينضح به المثبطون الآن على القائمين لله سواء في غزة أو في الأمة. ولقلنا أيضا بنفس المنطق وخاصة من علماء السلطان أو السلطة يعني بمعنى أصح، كيف ولماذا الحبيب يعرض متبعيه ومناصريه المستضعفين لحصار كفار قريش اليوم بلا ماء ولا غذاء ولا دواء مثل غزة، أو مثل تعذيب وسجن وتهجير وقتل علينا يمارس كأمة على حد سواء؟ ولقلنا لولا تعنت الحبيب صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله، اعتذر لحبيبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمات، فلقلنا لولا شدة الحبيب في المفاوضات لما قال لهم مثل قبل بما معنى اذهبوا للحبشة فإن بها ملك عادل. طلعوا وين الحبيب صلى الله عليه وسلم يشير إنا نستوطن ونكون، فإن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. انتبهوا يا شباب، ما قال عند ملك يظهر الإسلام مسلم بالهوية، اذهبوا عند ملك عادل لا يظلم عنده أحد. مثل ما إحنا الحين قاعدين بنحكي عن إنه متعنتة حماس والمقاومة في التفاوض لازم يسلموا، هذا مثل إيش يا شباب؟ لما قريش ذهبوا لعم الحبيب صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وبعث عمه أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله، فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا للذي كانوا قالوا له، فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. يعني كأنه بيحكي له أنا خايف عليك أيضا. قال فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله أنه قد بدا لعمه فيه بدءا أنه خاذله ومسلمه، وإنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله خذوا يا شباب الدرس الأول في الهمم، خذوا الدرس الأول في الثبات على الحق، خذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله. يا عمو والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله
أو أهلك فيه ما تركته ما تركته. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله فبكى، ثم قام بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما ولى ناداه أبو طالب فقال أقبل يا ابن أخي، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله، فقال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحبب، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. هذا بذكرنا بإيش يا شباب؟ واقعا مثل تنازلوا عن الأقصى والقدس وبيعوها وما تقاوموا ولا تجاهدوا في سبيل الله واعترفوا بإسرائيل، مثل نطع غراب بين السلطة هذا البريعصي ومن على شاكلته. وإحنا كشعوب سلموا بالأمر الواقع من استعباد وذل ومهانة ومواريث خضوع كإله دون رب العالمين، ولا تطالبوا بحقوقكم كبشر بالحرية والعدل والشفافية في صرف الأموال العامة، دعوها تنهب من قبل عصابة، بل ابقوا دواب نسوقكم مع القطيع ولو كان هذا في غضب الله ورسوله عليكم وكان في هلاككم. مش مشكلة عشان هذا الظالم الطاغية بيعوا دينكم بدنيا. ومن مثل هذا يا شباب لقلنا عجبا للحبيب صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله، كيف يغامر بأرواح أهل يثرب في الحرب في بدر رغم الفرق الكبير في القوة في العتاد والعدة، وبعد هذا ليش يتعرض لقوافل قريش؟ بمعنى ما هذه السهام العبثية الصواريخ العبثية؟ حتى نعرف يا شباب الزمن يكرر نفسه. وأيضا لا نصح بعض المنافقين والمرجفون إنه يجب نزع سلاح أهل يثرب المقاومين، وأيضا يجب ردم الخندق بمعنى الاستسلام للعدو المغتصب وتسليم السلطة لابن سلول المنافق تمهيدا لعملية السلام التي هي حقيقة الاستسلام للكيان الصهيوني وأذرعه. يا شباب يا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله، أما آن لهذا الغراء أن يتوقف وطفولية السلوك أن تتعفف ومواريث الهوان والذل أن تتجفف والأماني والتعليقات أن تتوظف بنية لوجه الله تتعرف على خطى ونهج حبيبنا تتألف بإذن الله؟ وحتى يا شباب نقطع الشك باليقين بإذن الله، فوالله الذي لا إله غيره إني جديد سمعت من شاهد الحبيب صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله ووصفه بمنظره المعلوم بالسنة برؤية واضحة تؤكد ما جاء في الكتاب إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله الآن يا شباب مصطف معنا مع الصادقين والمستضعفين والمجاهدين والقائمين والمستجيبين لله ورسوله في كل موقف وحادث فيه اختبار حقيقي لولائك ومقامك عند الله ورسوله. وعلى رأس هذه الأحداث الآن بلا منازع هو الانضمام والتفاعل بإيجابية مع الكتاب، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم من أشار لهذا، بما معناه إن الكتاب هو القاعدة والمصدر والمنطلق لوحدة ونهضة الأمة من جديد تحت قيادة الحبيب معاودة كسنة إلهية بأشكال وطرق مختلفة تناسب الزمان والمكان. وهذا كله
على ما يحب ويرتضي ويزكي الله ورسوله دون ادعاء وهوى وتزكية نفس وظنون. كل يا شباب هذا منبعا ونهجا وغاية كحمى لرسول الله لا يتحمل ويقبل المنازعات أو المناكفات أو الفلسفات، وإنما محله سمعنا وأطعنا آمنا وصدقنا واتبعنا تقديرا وإجلالا وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، دون الحجاب والنظر للأشخاص أو القائمين على هذا المشروع المبارك. ونقول يقولون في الإسلام ظلما بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم، فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عهدها المتقدم؟ وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله، فماذا على الإسلام من جهل مسلم؟ هل العلم في الإسلام إلا فريضة؟ وهل أمة سادت بغير التعلم؟ لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلا بصائر أقوام عن المجد نوم، وحلت له الأيام عند قيامه حباها وأبدت منظر المتبسم، فأشرق نور العلم من حجراته على وجه عصر بالجهالة مظلم، ودك حصون الجاهلية بالهدى وقوض أطناب الضلال المخيم، وأنشط بالعلم العزائم وابتنى لأهله مجدا ليس بالمتهدم، وأطلق أذهان الورى من قيودها فطارت بأفكار على المجد حوم، وفك أسار القوم حتى تحفزوا نهوضا إلى العلياء من كل مجتمع، فخلوا طريقا للبداوة مجهلا وساروا بنهج للحضارة معلم، ولا حتى تباشير الحقائق فانجلت بها عن بني الدنيا شكوك التوهم، وما ترك الإسلام للمرء ميزة على مثله ممن لآدم ينتمي، فليس لمثر نقصه حق معدم، ولا عربي بخسه فضل أعجم، ولا فخر للإنسان إلا بسعيه، ولا فضل إلا بالتقى والتكرم. يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به.